سيرم أميلويد A تيست. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات عن السيرم أميلويد A، سواء السورس، كمان الميثود اوف استيميشن، كل الطرق اللي بنستخدمها لقياسه في المعمل، كمان هنتكلم على الفانكشن والانديكيشن، وظيفته داخل الجسم، وكمان ليه بنقيسه داخل المعمل. كمان هنتكلم على الكلينيكال كوروليشن او الانتربريتيشن، كل الاسباب اللي بتؤدي للزيادة او الديكريز في السيرم أميلويد A. السيرم أميلويد A نختصره بالاس اي اي، بنقيسه في عينة السيرم. نورمال فاليو من 25 مايكرو جرام على الملي او 6.4 ملي جرام على الليتر. بنقيسه عن طريق الاميونو رياكتيف اسي باستخدام الانتي بوديز اجينست السيرم أميلويد A، وبنستخدم الاميونو تيربيديمتريك ميثود او اميونو نيفيلومتريك ميثود، وكمان بنستخدم الاليزا ميثود. تنوع من انواع الكيتس اللي بنستخدمها في الاميونو تيربيديمتريك ميثود، بنقدر نقيس بيها السيرم أميلويد A على التربيدي ميتر. كمان بنقدر نقيسه عن طريق الاليزا تيست. بنقدر نقيس عدد كبير من العينات باستخدام الاليزا تيست، واللي بيقدر يقيس السيرم أميلويد A في السيرم والبلازما ومختلف العينات. السورس اوف سيرم أميلويد A بيحصل له سينسز من الليفر وبيخرج للسيرم، واحنا بنسميه السيرم أميلويد A. الانتاج للسيرم أميلويد A بيزيد بشكل كبير جدا في حالة الانفلاميشن او الانفكشن داخل الجسم. في الحالة دي نتيجة لوجود اللايبوبوليسكرايد او الديبريز الموجودة من التيشو نتيجة للانفلاميشن، بتعمل استيموليشن للماكروفاجز ان هي بتفرز البرو انفلاماتوري سايتوكاين، ودي عبارة عن مجموعة من الكيميكال بتشمل الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والتيومر نكروز فاكتور الفا، واللي بتزود انتاج السيرم أميلويد A من الليفر، واللي بيزيد فيه السيرم بشكل كبير جدا في حالة الانفلاميشن. عشان كده السيرم أميلويد A واحد من الاكيوت فيز بروتين اللي بتزيد في حالات الاكيوت انفلاميشن. والسيرم أميلويد A احنا بنعتبره ايبولايبو بروتين، عبارة عن بروتين بيتحد مع اللايبو بروتين، وخاصة ال HDL بيعمل ريبليسمنت للايبو لايبو بروتين A وبياخد مكانه داخل ال HDL بالشكل ده. عشان كده السيرم أميلويد A مكون من ضمن المكونات الموجودة في الهاي دينستي لايبو بروتين اللي هو بنسميه ال HDL. في حالة الانفلاميشن بيزيد السيرم أميلويد A وبيتحد مع كمية كبيرة من ال HDL، وبيغير طريقة الميتابوليزم لل HDL في الجسم. مفروض ال HDL بينقل الكوليسترول من التيشو بيوديه للليفر عشان يحصل له اكسكريشن في البايل، ولكن في حالة اتحاد ال HDL مع السيرم أميلويد A بيعمل امبيرد كوليسترول ابتيك، بيمنع خروج الكوليسترول الموجود في الهاي دينستي لايبوبروتين في الليفر عشان يحصل له اكسكريشن، وبيعمل له ريدايركشن، بيروح للمنطقه اللي فيها انفلاميشن وبيحصل له فاجوسايتوزيس بالماكروفاجز، والماكروفاج بيطلع الكوليسترول الموجود في الهاي دينستي لايبوبروتين اللي هو الاتش دي ال عشان تستخدمه في السيلولر ريبير في الانجريد تيشو. بتستخدم الكوليسترول في اصلاح الانسجة اللي اتكسرت، لان الكوليسترول مهم جدا بيخش في تركيب السيل ميمبرين. عشان كده الجسم في حالة الاكيوت انفلاميشن بيبتدي يزود الكونسنتريشن اوف سيرم أميلويد A بنسبة كبيرة جدا. كمان السيرم أميلويد A لو immunologic function، وهو بيمثل جزء من الانيت اميونيتي الموجودة داخل الجسم. اما بيزيد في حالة الانفلاميشن بيعمل انهبيشن للتي سيل بروليفريشن والادهيجن، كمان بيمنع البليتلت اجريجيشن، وكمان بيعمل انهبيشن للنيوتروفيل اكتيفيشن. والانهبيشن للتلاتة بروسيس دولة بيساعد في انه بيعمل ديكريز للانفلاماتوري بروسيس داخل التيشو، عشان كده احنا بنوصفه ان هو له انتي انفلاماتوري افكت. كمان من ضمن الفانكشن للسيرم أميلويد A في حالة الانفلاميشن ان هو بيزود الاميون سيل مايجريشن اللي احنا بنسميها الكيموتاكتيك باور او بنسميها الكيموتاكتيك افكت، بيساعد ان الاميون سيلز توصل لمنطقة الالتهاب بحيث ان هي بتساعد في الكيلينج للانفكشوس ايجنت. كمان بيساعد في افراز الكولاجينيز انزيم، واللي بيبقى له دور مهم جدا في ان هو بيعمل ريموديلنج للتيشو، معناه ان هو بيكسر الديبرز الموجودة نتيجة للانفلاميشن.
عشان كده السيرم أميلويد إيه له دور مهم جدا في حالة الإنفلاميشن، وعشان كده الليفر بتصنعه بكمية كبيرة كواحد من الأكيوت فيز بروتينز. الكلينيكال كوروليشن أو الانتربريتيشن، السيرم أميلويد إيه واحد من الأكيوت فيز بروتين، عشان كده بيحصل له إنكريز في حالة التيشو دامج زي في حالات التروما أو الإنفكشن، حالات الاسترس، حالات النيوبليجيا، وكمان في حالات الانفلاميشن، وخاصة في حالات الروماتويد أرثرايتس، كمان في حالات الكرونيك انفلاماتوري ديزيزيز زي في حالات الأثيروسكلروزيس والأمايلودوزيس، كمان بيزيد في حالات الفاسكولايتس اللي هو الانفلاميشن في البلاد فيسل وول. أهمية السيرم أميلويد A كواحد من الأكيوت فيز بروتين إن احنا بنقدر نستخدمه في البروجنوزيس للإنفلاميشن. السيرم أميلويد A دايما احنا بنصنفه كسنسيتيف أكيوت فيز بروتين لأنه بيزيد بشكل سريع جدا في خلال من 6 ل 12 ساعة بعد حدوث الإنفلاميشن، عشان كده هو يعتبر سنسيتيف، يعني بمجرد حدوث الإنفلاميشن بيزيد في الدم بشكل كبير جدا وبيوصل للبيك في خلال 48 ساعة من بداية الانفلاميشن، عشان كده هو مؤشر سنسيتيف. في حالة ان الانفلاميشن بيحصل له ريزول او بيحصل له ستوب، السيرم اميلويد A كونسنتريشن ديكلاين بيقل بشكل سريع جدا وبيوصل للانديتكتابل ليفل اللي هو النورمال فاليو في شورت تايم، لان الهاف لايف بتاعته بتبقى من 24 ل 48 ساعة، عشان كده التغير في الكونسنتريشن للسيرم أميلويد A بيدينا معلومات مهمة جدا في البروجنوز للإنفلاميشن. بمعنى لو زاد السيرم أميلويد A ده بيدينا انديكيشن الإنفلاميشن حصل، لو الإنفلاميشن حصل ستوب السيرم أميلويد A بينزل للنورمال فاليو بشكل سريع جدا، وده طبعا بيدينا معلومات ان الإنفلاميشن حصل ستوب أسرع من المؤشرات الأخرى، عشان كده بيبقى له بروجنوستيك فاليو. زي ما احنا شايفين هنا في الهيلثي بيبقى الليفل بتاعه قليل جدا بيوصل ل 4 و 5 زي ما قلنا، انما في حالات الانفلاميشن او الانفلاماتوري كونديشن بيزيد بشكل كبير جدا بيعدي اكتر من 1000 ضعف، بيوصل ل 5000 و 7000، عشان كده هو مؤشر مهم جدا في حالات الانفلاميشن وبيقدر يفرق ما بين الانفلاماتوري ديس اوردر والنون انفلاماتوري ديس اوردر. زي ما احنا شايفين في الرسمة الموجودة قدامنا دي بنلاقي ان السيري اكتف بروتين والسيرم اميلويد A الاتنين بيبقى عندهم ميزة ان هما بيزيدوا بشكل سريع جدا في حالة الانفلاميشن، وكمان بينزلوا للنورمال فاليو لو الانفلاميشن حصل له ستوب، عشان كده البارالل ديترمينيشن للسي ار بي مع السيرم اميلويد A بيبقى يوسفول ان دياجنوزيس انفلاماتوري بروسيس. بمعنى ان احنا ما بنقيس السي ار بي مع السيرم اميلويد A بيبقى مهم جدا في تشخيص الانفلاماتوري بروسيس، وخاصة في حالات الفيرال انفكشن، نتيجة لان في حالات الفيرال انفكشن بيحصل سترونج رايز في البلد كونسنتريشن ويزن فيو اور، بيزيد الكونسنتريشن في حالات الفيرال انفكشن بشكل كبير جدا بيوصل لأكتر من 1000 ضعف في خلال وقت قصير جدا، عشان كده قياس الاثنين مع بعض مهم جدا في الفيرال انفكشن، وبعض المعامل بتستخدم السي ار بي والسيرم اميلويد A كمؤشر لوجود الكورونا فيروس. وبالتالي يبقى احنا كلمنا كل المعلومات عن السيرم اميلويد A، وعبارة عن بروتين بيحصل له سينسيس داخل الليفر بيبقى اسوشيتد مع الهاي دينستي لايبوبروتين، بيبقى امبورتنت فور اميون موديوليشن الليبيد ترانسبورتيشن، وكمان بيشتغل كانتي انفلاماتوري فاكتور اثناء الانفلاميشن. احنا بنستخدمه كسنسيتيف اكيوت فيز بروتين لانه بيزيد في خلال من 3 ل 6 اور بعد حدوث الانفلاميشن، كمان بنستخدمه في البروجنوزيس لانه بيقل بشكل سريع جدا في حاله الستوبنج للانفلاميشن، عشان كده بيبقى له بروجنوستيك فاليو او بيقدر يحدد الانفلاميشن حصل له ستوب ولا لا.